قدم مرشح المملكة العربية السعودية لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية المستشار في الديوان الملكي محمد التويجري رؤية طموحة أمام مندوبي الدول الأعضاء في منظمة التجارة، استعرض فيها صياغة استراتيجيته لتعزيز دور المنظمة وإعادة بناء الثقة ودعم الإصلاحات الضرورية للمنظمة التي تعاني من تحديات مثل إحياء المحادثات التجارية المجمدة وتعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء. المملكة العربية السعودية رشحت شخص لديه خبرة كبيرة في القطاع الخاص في شركات عالمية مهتمة بالتمويل والتجارة، وفي نفس الوقت لديه خبرة حديثة جدا في موضوع إعادة الهيكلة والتحسين والتطوير، فهذا ما تحتاجه المنظمة حقيقة يعني، وهذا اللي يميز المرشح السعودي عن باقي المرشحين. يأتي ترشيح محمد التويجري في هذه المرحلة التي يشهد فيها العالم متغيرات كبيرة في منظومة التجارة، ولكن استشعارا من المملكة في دعم جهودها الدولية في ظل رئاستها لمجموعة العشرين ولتعزيز دور التجارة ولتحقيق التنمية المستدامة، دفعت المملكة بمرشحها انطلاقا من مسيرة دولية حافلة بالإنجازات لمرشح المملكة، واستنادا على علاقات متوازنة وحضور متميز ومتجدد للمملكة في الساحة الدولية ومنظمات الأمم المتحدة. المملكة أيضا دعمت المنظمة وهي شريك تجاري قوي جدا لكثير من دول العالم، وفي رئاستها لمجموعة العشرين هذه السنة كان في هناك يعني جهد كبير جدا للحصول على الدعم السياسي من دول العشرين لما يهم المنظمة من إصلاحات ضرورية. فنحن نتكلم على شركاء كثيرين جدا حول العالم، علاقة المملكة فيهم جيدة جدا، نتكلم على مرشح لديه أجندة واضحة تهم المنظمة في هذا الوقت بالذات في هذه الظروف الصعبة، ونتكلم على أجندة أيضا إن شاء الله دعم سياسي كبير. أكد المستشار في الديوان الملكي محمد التويجري مرشح المملكة لتولي منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية أنه لا بد من التركيز على إصلاح المنظمة، وأضاف التويجري في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة بجنيف أن العالم يمر بتغييرات كبيرة أثرت على حركة التجارة، وأن الحلول لإصلاح المنظمة تكمن في إصلاح الإدارة والقيادة. خطة طموحة تقدم بها مرشح المملكة العربية السعودية لمنظمة التجارة العالمية من أجل بناء استراتيجيات واضحة لإعادة المنظمة إلى مسارها الطبيعي. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية، منظمة التجارة العالمية، جنيف.